طبتم وطابت أوقاتكم مشاهدين الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا المحلية. والبداية بالعناوين: المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب، ومحافظ حضرموت يؤكد وقوفه إلى جانب حكومة الشرعية. غضب شعبي في المكلا والشحر جراء انقطاع التيار الكهربائي، والمواطنون يحملون حكومة الشرعية المسؤولية.